مزيد من المتابعة ينضم إلينا من جنيف دكتور طارق ياسرافيتش، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية. أهلا بك ومرحبا معنا. بداية، كيف يمكن وصف الحالة الصحية الآن التي يعيشها القطاع، لا سيما في الشمال وفي الجنوب، والتي هذه المناطق تشهد قصفا عنيفا ومكثف من قبل جيش الاحتلال في هذه اللحظات؟ حسنا، إن الموقف الراهن الذي يواجه الشعب الفلسطيني في غازة كارثي، ويواجهون الكثير من الصعوبات والعراقيل حتى الآن. مع غلق معبر رفح وهو معبر حدودي رئيسي، لا يمكن إدخال المساعدات الطبية والإمدادات الطبية اللازمة، وحتى الوقود الذي يدخل داخل غازة يعتبر غير كافي نهائيا لتشغيل المستشفيات المتبقية العاملة بشكل جزئي. أعتقد أن هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل بسبب ما تفعله إسرائيل من إجراءات أمنية، والتي تتسبب في كثير من النقص الحاد في الوقود والأدوية. بدون أدوية وبدون وقود لا يمكن تشغيل المستشفيات المتبقية، ولا يمكن ضمان تقديم الإسعافات الأولية، ولا يمكن ضمان تقديم الرعاية الطبية خاصة لمرضى الكلى وكافة الأمراض التي تحتاج إلى تفعيل المولدات الطاقة التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود. نحن في حاجة إلى فتح كافة المعابر من أجل الإمداد بكافة المساعدات الطبية واللوازم الطبية. أصبح الموقف أكثر تعثرا والموقف أصبح كارثي، لا يمكن لكافة المواطنين الحصول على الخدمات الأساسية. سيد طارق، ما هي المستشفيات المتبقية، وتحديدا أيضا دعنا نركز في شمال قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة، وما هي شكل الخدمة الطبية التي يمكن أن تقدمها تلك المستشفيات؟ هناك عدد من المستشفيات التي تعمل بشكل جزئي لدينا في الشمال العودة والكمال، ولكن لا يمكن الوصول لهم لأن هناك إجراءات أمنية مشددة حاليا حول هذه المستشفيات في تلك المنطقة، إجراءات أمنية مكثفة تمنع من الوصول إلى المستشفيات. حتى المستشفى العراقي والكويتي لا يمكن الوصول لهم، هم يخضعون لأوامر من السلطات العليا، فبالتالي هناك صعوبات كبيرة جدا تواجهنا في الوصول إلى هذه المستشفيات. إذا ما خسرنا هذه القدرات المتاحة في هذه المستشفيات، سوف تتسبب في مزيد من المعاناة والأزمة أمام الشعب الفلسطيني، فبالتالي يصبح المواطنون ليس لهم أي طريق آخر للذهاب إليه، وليس لهم أي ملجأ للحصول على الرعاية الطبية. لا يمكن إيصال المساعدات اللوازم وغيرها من الإمدادات مثل الطاقة والوقود، فبالتالي هناك الكثير من الصعوبات. كل الفرق العمل لدينا لا يمكنها الوصول إلى تلك المستشفيات، وبعض المستشفيات اضطرت للإغلاق التام بسبب هذه الإجراءات الأمنية التي تحيل دون وصول الطاقة والوقود، مثل المستشفى التونسي أيضا. وبالتالي على مدار هذه الأيام واجهنا الكثير من الصعوبات. تحدثت سيد طارق عن مرضى الكلى وضرورة إدخال بالطبع ما يمكن إدخاله لتشغيل المولدات التي تحتاج إلى الكهرباء والطاقة لهؤلاء المرضى. هناك طبعا حالة من الاختيار ضرورية لدى الأطباء العاملين أو الطواقم الطبية بين المصابين من تلك العمليات الإسرائيلية من ناحية، ومتابعة الحالات الصحية الأخرى كمرضى الكلى والسرطان وغيرهم. كيف يبدو الاختيار في هذه المرحلة؟ حسنا، هذه الأمور التي تتعامل معها فرق طبية منذ بداية اندلاع الصراع في 7 أكتوبر. هناك الكثير من الخيارات الصعبة، ولكن في نهاية المطاف نضطر لاختيار الخيارات أيا كانت شكلها بناء على الإمدادات التي نتلقاها. لم نكن نضطر لعمل هذه الخيارات الصعبة، ولكن في النهاية الأطباء عليهم الاختيار. لابد من تجنب هذه الأمور، ولكن
الظروف الراهنة تلقي بالكثير من الأعباء، الآلاف لا يمكنهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حوالي 5000 فقط تمكنوا من الحصول على الخدمات الطبية في مصر. نحن في حاجة ماسة إلى دعم قدرات الأطباء والمسعفين في غزة، كافة العاملين في المجال الطبي لابد من دعم كافة إجراءاتهم وإمدادهم بكافة اللوازم من أجل ترتيب الأولويات الخاصة بالمرضى. بالتالي في غياب ونقص هذه الإمدادات فإن الحل الوحيد هو إنهاء هذا الصراع وهذه العدائيات ووقف إطلاق النار، فبالتالي يمكن إمداد كافة الأطقم الطبية بكل اللوازم. منظمة الصحة العالمية دائما ما تنادي بضرورة إنقاذ أكثر من 9000 حالة حرجة الآن في قطاع غزة مع غلق المعابر من قبل إسرائيل، كيف تبدو طبيعة هذه الحالات وأصلا كيف يمكن وصف حالتها في هذه اللحظة؟ بشكل واضح تماما كما طرحتم هناك أزمة كبيرة على مدار الأشهر الماضية التي تتسبب في مزيد من المعاناة وتسبب في مزيد من الأمراض، وبالتالي لا يوجد أي معبر يعمل بشكل كامل حتى الآن. ولكن مرة أخرى الحل ليس إزالة كافة الجرحى أو علاجهم حتى، لأن العدد يتزايد بشكل ملحوظ، هناك حوالي 10,000 من المواطنين المرضى الذين يحتاجون التدخل الطبي العاجل، هناك الكثير من المواطنين الذين ينتظرون للحصول على الرعاية الطبية مثل مرضى السكري وغيرها من الأمراض وبعض المرضى بارتفاع ضغط الدم وانخفاضه، لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الظروف الراهنة. الحل النهائي هو دعم الأنظمة الطبية والصحية والبنى التحتية والمرافق الخدمية وأيضا الحد من أي تصعيد محتمل ووقف إطلاق النار، فبالتالي يمكن دعم عمل الأطقم الطبية والوصول إلى مرضى السرطان وغيرهم. بدأ الآن الحديث عن أزمة صحية نفسية كارثية أثرت ليس فقط على المدنيين ولكن على الأطقم الطبية وعمال الإغاثة في قطاع غزة، ما الذي يمكن أن يقال في هذا الشأن؟ بشكل واضح تماما أن العيش في ظل هذا الحصار والقصف المستمر يؤدي إلى كثير من المشاكل النفسية والعقلية، وبالطبع يؤثر على كافة الأفراد الذين يتواجدون في غزة، وقد أخطرت زملائي هناك وحذرتهم من تبعات هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمكن أن تؤثر على أذهانهم وحالاتهم النفسية، ولكن لابد أن يكون هناك برامج للدعم النفسي المستمر والحفاظ على نفسيات الأطفال والحفاظ على أرواحهم ومعنوياتهم، ولا يمكن السماح باستمرار هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة سوف تكون مزمنة، ربما تستمر لأجيال، ربما نحتاج إلى قرار سياسي من خلال الضغط من القيادات السياسية من أجل إنهاء هذا الصراع وهذه المأساة التي تؤثر على كافة من يتواجد في القطاع بما في ذلك الأطقم الطبية ومنع الأزمة النفسية والعقلية. إذا أردنا أن نعرف منك أستاذ طارق، ما هو المدة الكافية لأن تعود المستشفيات مرة ثانية أو يمكن أن يتم إصلاح ما تم تخريبه على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ هل هناك مدة محددة؟ هل هناك مدى يمكن الحديث عليه الآن؟ الأمر صعب جدا، حتى مستوى الدمار وصل لمستويات غير مسبوقة في البنية التحتية، الأمر غير مسبوق حقا. من أجل إعادة الإعمار الأمر سوف يأخذ وقتا طويلا جدا، يمكن أن نرى من الصور والفيديوهات التي نستعرضها الكثير من الدمار، فبالتالي لا يمكن تخيل المدى الزمني لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل هذه المستشفيات التي دمرت عن بكرة أبيها، وبالتالي لابد من المزيد من المساهمين ودخول الأطقم الطبية من أجل إتاحة الفرص لأداء أعمالهم، وأعتقد أنهم لديهم الشجاعة والبسالة لاستمرار أعمالهم، ولكن هم في حاجة إلى مسارات آمنة ولهم حاجة في الحصول على اللوازم اللازم. من جنيف السيد طارق ياسرافيتش المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، شكرا جزيلا لك.